لأنها هتضيق عليك يا بكري والمستخبي هيبان. السر اللي شلته سنين فوق صدرك كأنه هيطلع وهيتكشف للناس. واضح إني غلطت لما عملت كده. لا، أنا عملت الصح. أنا حميتها من الديابة كأنها العاملة لسه امبارح. أني ولا ليا في الجد أقتل إيه؟ أنا طباري آخري أوجع الناس في بعضيها، لكن أقتل لا طباري. لكن هنقول إيه بالتعامل؟ حنان هيقتلني. سامحيني يا بنت الناس، بكري يا بكري مالك متبعني ليه؟ ايه دول يا بكري؟ قروش يا طباري. انت مال ايه يا واد عمي؟ انت مالكش في القتل؟ وحياة رسول الله يا بكري صح. يبقى حرام عليك، حرام عليك تقتل البنية. أنا متابع الولية اللي سرقتها من بيت رحيل. طيب إيه العمل دلوقتي يا بكري؟ لما قتلتهاش حمدان أكيداً أكيداً هيقتلني. أنت هتتصرف يا طباري، أنت مخك مخ شواطين. أعمل أي حاجة بس حرام عليك تقتلها. إن شاء الله ترميها في تل العقارب وهي ونصب عاشت، ماتت تبقى مالكش ذنب. طباري طباري قوة. عملت كده عشان ارد الجميل الشيخ فراج والرحيل. برضك خطفتها يا بكري، حرمت امها منها زي ما اتحرمت من بنتك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه اللي جرى لك يا بكري؟ لا انا ما خطفتهاش، أنا كنت ناوي لما الدنيا تهدى أقول الحبيب الرحيل، لكن طير البر كانت كل صبح ترسم ضحكاية فوق شفايفها تنسيني الدنيا ونسيتني إنها بنية رحيل. ودلوك إيه العمل يا بكري؟ اللي سواها قبل سابق يسويها دلوقتي.